1-0. جيب لي فنجان إذا بتريد. وليش الفنجان؟ إذا وقت الزهر. الفنجان صغير، إذا بدك جيب كاسة. تفضل. يلا. هذا مو مزبوط، هيك خسارتك ما في منها مهرب. انت ركزي بلعبك. يلا يا زهر. ايش هو هالحظ هاد؟ اول شرط بالطاولة خلي معنوياتك عالية. تسمحي لي العب؟ وتاني شرط خرب معنويات خصمك. وثالث شرط لازم تسكتي لحتى اللي قدامك يعرف يلعب. ليش عم نلعب شطرنج؟ هاي طاولة. صار لك كتير ما لعبت طاولة؟ انتي بالروضة تعلمتي؟ تعرف شو أهم شغلة علمني إياها بابا؟ الطاولة؟ لا تعملي شغلة ما بتعرفيها. اثنين صفر. أنا اللي خليتك تربحي. لما تحديتك انت اخذت الموضوع بسهوله، مو عرفان حالك وين فايت. انت دائما مغروره هيك. انا بنت ما بتحب الخساره. سألني عن أكثر أبراج بحبها. يلا زدتي الزهر. مارس. خلص. ليش خلص؟ اللعبة بتخلص بخمسة أو ستة وبمارس تاني. بعرف إنه ما خلصت بس منكملها بوقت تاني. بس دقيقة، شوف الخسارة كلها وروح بعدين. ما فيني أتأخر. برأيي أنا إنه بس بدك تهرب. عندي شغل. هرب مراد على مدار والشغل كان حجته. طيب منيح أنا خسرت، انبسطي. شوف أنا صدقة ما بقبل، غلبتك بجدارة. شو بولاند تشهد لو سمحت؟ أنا ما شفت شي بالمرة. بولاند مين اللي غلب؟ حضرتك معلم. المسألة مو باللعب يا آنسة، المهم تسجلي انتصارك. أنا بحياتي ما لعبت وخسرت.